يا عم الحاج، انت مرتك اتوفت بقالها قد ايه؟ في 92. في 92. ما فكرتش تتجوز بعد ما توفت؟ لا ما فكرتش. طب ليه يعني؟ انت عندك كم؟ بالنسبة معايا 5 بنات. 5 بنات. ايوه تمام. موجودين. سبتهم في كان في عمرهم قد ايه؟ سواء كده. في العمر دلوقتي ما افتكرلهمش العمر. طب كانت الدنيا ازاي يعني بعد ما ماتت مرتك؟ يعني ما فكرتش ان انت تتجوز على اساس واحده تضطر على العيال؟ كانت كبيرة في أم أحمد، وكانت طبعا هي اللي بتبني البيت اللي تقدر من المصالح، يعني تقدر مصالح، لكن انت ما فكرتش كراجل مثلا يعني ايه؟ بالنسبة للتفكير للجواز ده، قلت الجواز ده هيتعبهم هم. هيتعبهم هم، ما فكرتش تجي على اساس ان أجيب مرة مثلا بعد كده تقول لعيالك عمل وعيالك سوي، واخد بالك هتتعبهم. هتتعب اولادك، لكن انت فضلت ان انت مثلا تعيش. متجوز ايوه عايش كده، ما اجيب لهمش حد يتعبهم. طيب هم تبوها يقول لك قالت وعادت ومش عارف ايه. طيب لما كانت الدنيا ماشيه ازاي يعني بعد ما مرتك اتوفت؟ يعني في الدنيا كانت صعبه ولا الدنيا بالنسبه لك انت؟ انا كنت موظف، وكان يعني المرتب مقدمها. كان المرتب مكفي. طب بالنسبة مثلا شغل البيت، ما يعني شغل البيت طبعا العيلة ما بتقضيش. وانت كنت بتراعيهم طبعا بالنسبة طبعا لشغلك ايوه اللي ولوظيفتك؟ عايزينه اجيبوهم. تمام. طيب يعني النهاردة ده ازيد من كام سنة؟ من حوالي 28 سنة او 20 سنة النهاردة، ايوه في الحدود دي. تمام. يعني ما شفتش ان الوقت ده يعني انت ما من وقتها، من سنة 92، انا ابني قال لي انت من سنة 92، ما فكرتش مثلا ان انت ده هتعيش ازاي؟ انت مثلا ما ممكن بعد ما تتجوز اولادك هتبقى انت تقعد لوحدك كده، فما فكرتش في ده؟ لا أنا فكرت بجيست العيال بس، جيست العيال بس. أيوه عشان أتجوز العيال، ما لا هتجوز أنا وأسيب العيال، مش هينفع، ما ينفعش. صح يبقى اتجوزت أمهم الأول. تمام. ربنا يديك الصحة من الحديد.